ذبيحه مرتين اي والله. والله والله هذا من فضل العصر سبحان. يا ابو خطيب اللي ذبحتها امي وهذا انا بطنكم مع وردكم توصلتك بغصتني يا ابو خطيب ما شاء الله عليك الحين بي ام دبليو يا زادر تعال انت ليش جلست على اللحم هذا طيب وانت كنت انت لو تحب على اللحم الناعم انا تغديت لحم الظهر فدحين ما حتعشى على خفيف حاكل مكرونه فما هي حلوه اقعد هناك وانا عندي بي ام وين اقعد هنا الف مبروك تستاهل كل خير يا ابو عمر. ابو عبد الله يوم سمع قصه ابو عمر علما ابو عمر والله ما يدري عنها حب يهدي له السياره بيض الله وجه ابو عبد الله على علمه الطيب ووفاء بيض الله وجهك ابو عبد الله. احنا اللي سويناه صراحه هو رد المعروف الراعي المعروف استاهل ابو عمر. السياره الان كيفه يبي يكيشها يبي يكمل اقساطها براحته يا اخي والله فلوس حلوه شكلي معك تستاهل سميات قد كذا عشان العشان هو اهدى سياراته كلها شوف ربي كيف رزقه وطلعت عليه بلوشي اي والله عشان اهدى اخوه اهدى اخوه مازدا الاول ثم بعدين اهدى اخوه الثاني مازدا وصدم فيها والكامري باحه ووفى مهر اخوه حق الزواج بيض الله وجهك بيض الله يا اخي ليت انا اخذت الجي كلاس كان جد بيض الله وجهك ابو عبد الله جمل الله حالك الله يسعدك يا رب يسر بالعافيه هذا الله يقطعك جوال